المشرق ودان لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال حول الصوم للذي يريد الصوم في السنة الأول من بلوغه وبنيته ضعيفة لا يتمكن على الصوم. الجواب على أنه إن كان الصوم له ضرريا فيرتفع وجوب الصوم ويقضي فيما بعد عندما يتمكن. هكذا إن كان الصوم حرجيا فعنوان لا ضرر ولا حرج عنوانان ثانويين يرفعان التكليف ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن كان بنية هذا المكلف في السنة الأولى من بلوغه ضعيفا الضعف أكثر من المتعارف. عادة الناس عندما يصومون حتى من كان له بنية قوية يضعف في حال الصوم، ولكن إذا كان أكثر من قدر المتعارف وكان حرجيا فلم يكلف. أما أن التشخيص بالنسبة إلى هذه المسألة هل يتمكن من الصوم يكون حرجيا عليه أو لا الوالدان. فإن قال الطبيب بذلك فقول الطبيب الخبير والثقة يكون حجة. والمكلف إن حتى إن كان طفلا يعني أي في السنة الأولى من بلوغه إن أدرك هذه المسألة وشخص على أن يكون له حرج وضرر فهو الذي يتكفل الموضوع وفي عنقه. السؤال على أن الوالدان يمنعانه من الصوم لكون العواطف والأحاسيس الموجودة من جهة الوالدين. الجواب على أنه نعم هناك أحاسيس، ولكن المناط هو نفسه أو قول الوالد والوالدة اللذين يعرفان بحق هذا الطفل ما في ضرره. أسأل على أن الوالدان لا يكونان من أهل الخبرة. نعم لا يكون من أهل التشخيص والخبرة، فالعمدة في هذا المنع هو نفس الإنسان أن المكلف أن يرى نفسه قادرا على الصوم أو أنه لا يتمكن من الصوم. فإن شخص الأب ذلك فيتمكن أن يفيد بكونه ضرريا، وهكذا الجار أو غير إنسان.
السؤال حول من كالمعلم الذي يقول للتلاميذ ائتوني بشيء مثلا، ثم بعد مجيء التلاميذ والتلامذة بذلك الشيء يقول المعلم بأني قد أخطأت بل ائتوني بشيء آخر. التكاليف التي تحملها هذا الإنسان التلميذ في بإزاء أن يأتي بهذا الشيء مثلا، هل يدفع من نفسه أو يكون ذلك المعلم مثلا ضامنا لهذه التكاليف المصروفة والمبذولة في جلب هذا الشيء؟ الجواب على أنه هنا مسألة التسبيب، فإن كان المعلم مسببا أو مباشرا هو الذي يكون ضامنا، الظاهر لا يكون لا مباشرا ولا مسببا في ذلك. السؤال على أنه إن قال المعلم إني ضامن وأتني بهذا الشيء، الجواب على أنه إن قال بأنه ضامن لا أشكال في ذلك وكونه ضامنا، أما إن لم يقل أنه ضامن والظاهر أنه لا يكون مسببا ولا يكون مباشرا، وهناك خلاف في المسألة. يقول العلامة الحلي رحمه الله: فمن يمثل بأنه إن كانت هناك سفينة وكان هناك أفراد في هذه السفينة وقد حصل الأمواج الخطرة في البحر، وقال أحد من ركاب هذه السفينة أرموا بالوسائل في البحر ورموا الناس وسائلهم وأمتعتهم في البحر، ثم لم يحصل الخطر الشديد بالنسبة إلى المسافرين وإلى تلك السفينة، فهل يكون ضامنا أو لا؟ قال البعض بكونه كون ذلك المتكلم ضامن بكونه ضامنا، وقال الآخر لا عدم ضمان. فالملاك والمناط في تعيين التسبيب والمباشرة في العمل. بين خود و خدا اینجور تشخیص میداده. السؤال على أنه إن كان ذلك المعلم مثلا مقصرا في هذا التعيين هل أنه يكون ضامنا أو لا؟ الجواب على أنه هناك اللازم من صدق التسبيب عرفا، فإن كان مسببا نعم عليه الضمان. میدونم آخه اونم اگر اینجوری راستی تشخیص داده بعد تشخیص اشتباه در اومد معذوره. فقط در الكلام في الطبيب وهكذا في الذي يعمل بالختان لوجود الدليل هنا الضمان موجود، إلا أن يقول من أول الأمر على أنه لا يكون ضامنا. السؤال الآخر الذي يطرح على أنه هناك اتفاقية مثلا بين المعلم أو الذين يرسلون أشخاص لجلب بعض الأمتعة والأشياء، هناك نحو من الاتفاق والتباني، فهل يكون هذا ضمنا؟ الجواب على أنه هذا نظير ما في موضوع بعض الأطباء في بعض البلدان، على أنه مثلا كان يرسل الطبيب على للمريض إلى بعض الصيدليات على جلب بعض الأدوية، وهناك نحو من الاتفاق والتباني بين الطبيب وبين أصحاب الصيدلية أو العمل الحرف وهكذا بعض الذين يبيعون الأشياء بياع الأشياء، هل يكون هذا نحو التباني نحو
من الضمان أو لا، فهناك نوع من الضمان. السؤال حول مسألة جواز أكل الصوم أو الذي يريد أن يرجع إلى بلده، فما هو الحد في تعيين ذلك، المناط والملاك في ذلك؟ الجواب على أنه حد الترخص، وإن لم يرد حد الترخص في نفس الأدلة، ولكن إذا وصل الإنسان مثلا إلى المسافة التي لا يرى فيها جدران المدينة وبيوت المدينة، لا البيوت عدة طوابق، لا طابق واحد، أو لم يسمع أذان المدينة وذلك بالنحو المتعارف، لا إن كان الهواء شديدا ويذهب بس الصوت يمينا ويسارا ولا يتمكن الإنسان سماع الأذان، وكون هذه الأشياء أو مثلا كان أذنه قوي أو ضعيف أو مثلا باصرته قوية أو ضعيفة، كل هذه الأمور كانت متعارفة، فإن وصل أذان في وقت الزوال و فإن وصل إلى قبل فإن وصل في بعد أذان الظهر والزوال إلى تلك النقطة فيتم صومه، وإلا قبله فيتمكن أن يأكل الصوم ويفطر، أن يأكل ويفطر في الصوم. تو شهر داره میره دارن از اون میگن هنوز به حد ترخص نرسیده، احدی فتوا میده که این مسافر حساب میشه؟ بلاد کبری بحث دیگه است. اگه بلاد کبری تو خود شهرم همین یه حد ترخص نداره، محل ملاک که صاحب عروه قائله. بله السؤال حول الربا الذي يعطيه البنك والعادة وعامة الناس، ما الفرق بينهما؟ هل يكون أحدهما حلالا والآخر غير محلل؟ الجواب لا فرق بينهما، لا يفرق بين الربا الذي يأخذه أو يعطيه البنك أو وهكذا الربا الذي يعطيه ويأخذه مثلا الجار والصديق. المسألة على أنه تارة يكون هذا الشيء نحو من المضاربة، فإن كان حقيقة إعطاؤك المال إلى البنك نحو من المضاربة فيعطي نسبة من الربح لصاحب المال ويأخذ البنك شيء من ربح المال، فإن كان حقيقة هذا الشيء فيكون هذا ويتفقان على ذلك، فهذه مضاربة ولا فرق بين البنك وبين الجار والصديق وعامة الناس. أما إن صدق عنوان الربا فلا يفرق بين البنك وغيره. السؤال على أنه يقرض شيئا إلى البنك ويعطي ماله إلى البنك قرضا، والبنك يقول في قبال ذلك أعطيك الربح. بس بعنوان شيء. الجواب على أنه بأي المعاني يعطي هذا المال قرضا ويعطي يأخذ منه الربح.
لأنه في الشارع العناوين مهمة. فلا بد أن يكون إما مضاربة أو قرضا أو هدية، يجب أن يكون واجدا لأحد العناوين. والمهم في الارتكاز ارتكاز المتشرعة، لأن العقود تابعة للقصود. فهل يكون هذا قرضا؟ فإن كان قرضا وأرجع القرض بنحو من الفائدة والربح، هذا يكون ربا من أنواع الربا. آدم ها ببینن من خیلی پول دارم و هر ماه اینقدر بهت میدم، این عیبی نداره، این عیبی نداره، این قرض نیست. فتارة يعطي الإنسان شيئا مالا لأحد بنحو من الأمانة، وفي قبال هذه الأمانة يعطيه شيئا من الربح مثلا أو شيئا من المال، فهذا لا إشكال فيه، لأن عنوان الأمانة يختلف عن عنوان القرض. فإذا كان في المرتكز على أنه قرض والعقود تابعة للقصود، فهذا القرض وما بإزائه من ربح يكون محربا لأنه ربا. السؤال حول من العادة الجارية في المستشفيات أو في إجراء العمليات الجراحية وأمثالها من الأطباء، يعطون ورقة ويمضي المريض أو من كان برفقة المريض مثلا على تلك الورقة على أن لا يكون الطبيب ضامنا، فإن كان الطبيب مقصرا فيرفع اليد عن المؤاخذة لهذا الطبيب. الجواب على أنه إن كان مقصرا حتى أن اشترط ذلك فإنه يكون ضامنا لورود الدليل على ذلك، لأن الطبيب ضامن حتى إن كان قاصرا، المقصر فلا، الكلام حتى في القاصر. امضا میکنه علا ماکانه در این نامه چه اشکال داره؟ ندونه، اما هر چی باشه قبول داره به نتیجه. اگه این داره امضا میکنه هر چی که تو این نامه هست چه اشکال داره؟ یعنی بالخصوص نمیدونه، این ظاهرا عیبی نداره، براءت هست. السؤال بالنسبة إلى السؤال السابق قبل قليل، في البنوك حيث يعطي شيئا من القرض إلى البنك، ف هو إن شاء أم أبى يعطيه البنك شيئا من الربح، فهل هذا يكون حلالا أو محرما؟ الجواب وإن ربما لا يكون عالما بذلك، الجواب على أنه حتى وإن كان جاهلا بالنسبة إلى المقدار الذي يعطيه، لأنه يعلم بأنه البنك سيعطيه أو أشخاص آخرين سيعطيه ويرد إليه شيئا من الربح، فهذا العلم أو هذا الشرط الارتكازي الموجود وإن لم يكن شرطا ملفوظا فبه القصد والعقود تابعة للقصود، وبه
يكون هذا القرض محرما. نعم. أي. بالنسبة الربح ينطي ولا بالنسبة المال؟ خلاص خلاص، لا في المضاربة بلازم بالنسبة الربح ينطي، يعني قرار بينهم يكون. ها مصالحة عنوان ثانوي؟ لا، إذا أي على كل، إذا مضاربة كانت ما يخالف ولو صالحوا بالزيادة والنقص ما يخالف، أما لا هذا مصالحة ماكو، يعني بالنسبة المال ينطون كل مليون هل قد يعطي ربح، هذا ربا يكون. السؤال حول هل هناك فرق بين البنك الحكومي والبنك الخصوصي؟ الجواب على أنه نعم، في البنك الحكومي لأنه مجهول المالك فهناك يراجع إلى، والمجهول المالك تابع للإمام فيراجع الحاكم الشرعي، فإذا أعطاه أعطى خمس الربح الذي يأخذه من البنوك الحكومية فيكون محللا ذلك الربح. أما في البنوك الخصوصية لأنه ملك فيشكل ذلك وهو عنوان الربا ولا يكون مجهول المالك. خب إن هم إنهم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الربا خمسة، آكله ومؤكله و شاهدا. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه لعن خمسة، آكله ومؤكله وشاهده وطائفة خامسة، فمن يأخذ ويعطي الربا يكون قد عمل بالحرام، إلا بالعنوان الثانوي إن كان مضطرا الذي يعطي الربا. فإن كان مضطر بالعنوان الثانوي يكون محلنا. والاضطرار هو عنوان عرفي حقيقة، ويراجع عرفا إلى أنه هل إذا كان في مشقة أو حرج أو نحو من الضرر أو أي عنوان ثانوي عليه عسر أو أمثال هذه الأمور، فإعطاؤه الربا للبنك فلا إشكال به، ما من شيء حرمه الله إلا وقد حلله لما اضطر له. السؤال على أنه هل الربا يكون من المحرمات المغلظة الذي لا يكون حتى لا يجوزه مثلا العنوان الثانوي لورود الأدلة والنصوص الشديدة في ذلك؟ نعم، الجواب هناك روايات شديدة النسبة، وبالنسبة آية حرب من الله ورسوله، نعم هناك غلظة، ولكن بالنسبة إلى الأمور التي فيها نحو من الارتكاز، إذا صدق العرس الحرج وأمثال هذه الأمور. على كل مخباش باش آياده إشكال تي عرض كردم مقدر غيبت نداره أشد. وهذه الروايات كما في الربا موجودة في الكذب، موجودة أيضا في الغيبة، غيبة والسؤال على مقدار الاضطرار الذي يبيح هذا الربا إلى البنك مثلا أو أي شخص آخر، فما مقدار الاضطرار؟ الجواب على أنه الاضطرار يختلف باختلاف الأفراد ونسبيون.
السؤال على أنه السؤال حول العملة الرقمية مثلا وأمثال هذه العملات الجديدة، فيدخلون في معاملات يأخذ الإنسان نسبة من الربح أو الفائدة بالنسبة إلى إذا توقع وكان له حدس صحيح أن المعاملة ستجلب الأرباح أو لا، فهذا يشكل في أخذه هذا الربح وهذه الفائدة؟ الجواب على أنه الظاهر لا أشكال في ذلك. خود کامپیوتر یه چیزیه به نتیجه یه واسطه است، مثل این چیزا که بهش میگن مجازی. مجاز که نی، واقعا حقیقت اسم مجازی بهش میگن. السؤال على أنه قال البعض من الناس بأنه الفقهاء بأنه عندما يريد أن يعطي الربا بالنسبة إلى البنك مثلا يقول يأخذ القرض ثم يقول إن شاء الله سيزول هذا البنك ولا أضطر ويلزم علي أن أدفع الربا بالنسبة إلى هذا البنك مثلا. الجواب على أن هذا الاستصحاب الاستقباليون الذي يبيح المسألة هو الاضطرار، حتى أخف من الاضطرار بالنسبة إلى العسر. إن صدق العسر العرفي لكل شخص العادي المتعارف أن يجوز ويرفع الحرمة عن أخذه عن إعطائه الربا. اما اگر نه این کار خونه نداشته باشه راه دیگه داره. نه این اصرار نیست. نه ای. الاطلاق المقامی یکون و قرینتن على عدم الاطلاق. السؤال عن الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي بأيهما يؤخذ؟ الجواب على أن الإطلاق المقامي نوع من القرينة، والإطلاق اللفظي حجة إلى إذا لم يكن هناك حجة أقوى. فالإطلاق اللفظي محكوم بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي قرينة عرفية قوية إن كانت هناك إن كان هناك إطلاق مقامي. السؤال على أنه في كثير وجميع في جميع الأبواب الفقهية يتوفر هناك الإطلاق المقامي. الجواب على أنه لا، ليس في كل الفقه هذا الإطلاق المقامي، بل هو من النادر، لأنه في كل مكان لا يكون هناك إطلاق مقامي. إن كان هناك إطلاق مقامي يقدم على الإطلاق اللفظي يكون حاكما عليه. السؤال على أنه الإطلاق المقامي لم يرد في كتاب الجواهر. من ابتدأ بهذا العنوان والمصطلح هو أغضياء العراقي. الجواب على أنه التعبير نعم صحيح، ولكن عبروا عنه بمقام الإطلاق مثلا، الظاهر قد ذكر في الجواهر.
بالنتيجة همین اوکی قرینه است. این قرینه است برای اینکه اطلاق لفظی مراد نیست. بله بله بله، اما کلمه اطلاق مقامی شاید نباشه تو جواهر، اما مطلبش هست. بله. السؤال حول الزوج، يعني كلمة الزوج عن الزوج الذي يمنع زوجته من الصوم، الذي يمنع زوجته من الصوم أداء وقضاء. الجواب على أنه بأي كيف يمنعها؟ كالتهديد والترعيب وأمثاله. الجواب على أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه إلا ما اضطررتم. وهذا الحكم أيضا تابع ومتأت في باقي الأبواب الفقهية. وعليها فقط الفدية، وذلك لتأخير القضاء عن السنة الأولى. السؤال هل يلزم أن يكون هذا الفدية تعمديا؟ الجواب لا، حتى إن لم يكن متعمدا في ذلك فمن فعليه الفدية من كان مريضا من هذه السنة للسنة المتأتية ولم يتمكن من قضاء الصوم في هذه السنة السنة الأولى فعليه الفدية فقط. السؤال إن كان مضطرا من هذه السنة إلى السنة المقبلة فهل يرفع القضاء عنه؟ نعم يرفع القضاء، جواب يرفع القضاء وعليه الفدية، فدية تأخير القضاء إلى السنة الأولى. نعم مكلفني عرض كردم ماه رمضان مريض بود روزه نگرف يا زه ماه ديگه مريض بود روزه نگرف فدية برش هست يا نه با انك مكلف بقضاء نبود. الفدية إنما هو لتأخير القضاء فعن السنة الأولى سواء كان اضطرارا بالاضطرار أو بالاختيار. ولو نابود لا إنك صغير بود يا مجنون بود يا مغمى عليه بود لا. وهذه حتى إن لم يكن مكلفا كالسفر الضروري أو مثلا كان مريضا. وإن قال البعض على أنه يجب أن يكون مريضا بنفس المرض، أو قال البعض على أنه مطلق المرض، جميع أنواع الأمراض. فالسنة الأولى شهر رمضان لم يصوم لمرض، واختلف المرض في طوال السنة ولم يتمكن من أداء القضاء وإتيان القضاء. قال الآخرون أيضا بأي عذر لم يتمكن من القضاء، وأنا نظر أيضا على ذلك، فلا يكون عليه القضاء بل فقط الفدية. السؤال حول عبد الله بن عباس، ما نظركم بالنسبة إليه؟ الجواب على أنه الجواب على أنه هناك اختلاف بالنسبة إلى عبد الله بن عباس ومحل اختلافه، ولا نظر خاص لي بالنسبة إلى عبد الله بن عباس لأنه لا يكون واضحا لي، وإن كتب البعض حول عبد الله كتابا خاصا. راجب ابن عباس چند تا کتاب هست، خیلی حرف حولش هست، یعنی ولم يرد فيه توثيق خاص، ولكن من بعض القرائن الخاصة المذكورة بالنسبة إليه هناك أمور. السؤال حول كثير السفر، ما حكم صومه؟
الجواب على أنه إن لم يبقى أكثر من لم يبقى مقدار 10 أيام قال السائق والحملدار كالسائق أو من كان في محل تكسبه وكسبه في مدينة ومسكنه في مدينة أخرى فهذا صومه كامل فإن بقي في فالسفر الأول الذي بقي 10 أيام لا يصومه ولا يتم وهذا استثناء ولكن فيما غير ذلك نعم يصوم ويتم الصلاة السؤال حول هذه الآية لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم هل متأتٍ بالنسبة إلى زماننا هذا الجواب لا هو بالنسبة إلى زمان النبي في واقعة خاصة و وهذه الآية محدودة كهذه الآية ولا تصلي عليهم السؤال حول ذكر فاطمة الزهراء سلام الله عليها والأئمة عليهم السلام في ذكر التشهد هل يجوز الجواب على أنه إن كان بنحو الدعاء نعم لا إشكال في ذلك بأي نحو من الدعاء أما القول أنه أشهد أن كذا هذا يشكل وقد روى الشيخ صدوق الشيخ طوسي رواية يقول بأنه بعد الشهادة الثانية وأن عليا نعم الولي إذا قال بهذا فقط من دون شهادة ثالثة تابعة من الشهادة الثانية نعم صح وإلا فلا صلى الله على محمد وعلى آله ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك